هاي مو إلا أبيك دلنا دفتر عن يتعلم أساعدني أنك يا محمد مستوى تبعينا علي جيب علي طالعان انت يا الله اللعبة بالبداية شفت صعوبة كلش كبيرة لأن كنت مبتدئ، بعدها شوي شوي من خلال نظرا للزاويات حفاظتها وأعرف شلون يعني أتميز بالقارب، أنا أريد أوصل لمكان عالي بهذه اللعبة حتى أثبت إنه إحنا يعني كل شيء نقدر نسوي خاصة البنية العراقية. المعدات غالية، الأدوات اللي نحتاجها بهاي اللعبة يعني مكلفة بشكل مو طبيعي، وجلبها للبلد أصلا يعني مكلف وصعب، وقدرنا نوفر الآن هاي المعدات وقمنا نصنع منها هنا التصنيع بالعراق محلي، والأشرعة همينا كل ما نطلع معسكر نجيب، يعني حتى إذا واحد مسافر سفرة خاصة يلقى هاي المعدات يشتريها ويجيبها ونوفرها لنا للاعبين ولل... شوي طبي عليهم